بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة إسرائيل، أهلا بكم. استشهدت امرأة وطفلان وأصيب آخرون إثر قصف عشوائي شنته الميليشيات الحوثية على عدد من الأحياء السكنية في الحديدة. وقالت مصادر محلية إن امرأة أصيبت في حي السلخانة، فيما استشهد طفل في حي السلام شمال مدينة الحديدة. وسقطت قذائف هاون على منزل في حي الربصاء تسببت في استشهاد امرأة وإصابة شقيقتها، فيما تسبب سقوط قذيفة ثانية في حارة الزعفران باستشهاد طفل وإصابة ثلاثة آخرين كانوا يلعبون بجوار منزلهم. وألحقت قذيفة ثالثة أضرارا كبيرة بمنزل شعبي في حي زايد. إلى ذلك دفعت الميليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى جبهة الساحل الغربي. وقالت مصادر عسكرية إن التعزيزات تدفقت على متن عربات عسكرية وسيارات مدنية قادمة من محافظات صعدة وحجة وصنعاء والمحويط وعمران إلى مديرية التحيتة جنوبي محافظة الحديدة ومناطق أخرى بجبهات الساحل الغربي. وكانت الميليشيات الحوثية استخدمت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية إلى جبهات الساحل الغربي، منها عربات عسكرية ثقيلة وأطقم تقل على متنها أسلحة متوسطة ودخائر. وترفض ميليشيا الحوثي حتى اللحظة تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها في وقت تمارس فيه أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته. في غضون ذلك عمدت ميليشيات الحوثي على تقييد حركة الفريق الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات السويد عسكر زعيل إن ميليشيات الحوثي منعت رئيس الفريق الأممي الجنرال مايكل لوليسغارد من زيارة ميناء رأس عيسى النفطي شمال مدينة الحديدة. واعتبر زعيل في تغريدة على صفحته بموقع تويتر أن هذه الخطوات تأتي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة. وأوضح أن لوليسغارد توجه إلى صنعاء لتقديم شكوى للقيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي. أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأمن ومنع الاختلالات القائمة. وأقر الاجتماع خروج حملة أمنية تتولى ضبط الخارجين عن القانون ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية واتخاذ حيالهم الإجراءات القانونية. وكلف الاجتماع قائد المحور بوضع خطة عسكرية لإعادة تموضع الجيش الوطني لاستكمال مهمة التحرير، كما كلف مدير أمن المحافظة بوضع خطة أمنية شاملة لإحلال الأمن والاستقرار. وأقر الاجتماع أيضا إنهاء وظيفة متعهدي الأسواق العامة وتسليمها للدولة بقوة القانون للحد من الإشكالات الناجمة عن هذه المخالفات. وفي محافظة شبوة أكدت اللجنة الأمنية ثقتها في أبناء شبوة والقوات المسلحة والأمن في التصدي لأي مؤامرة تستهدف أمن واستقرار المحافظة. وعبرت أمنية شبوة في اجتماعها برئاسة المحافظ محمد صالح بن عديو عن رفضها لتواجد أي قوة أو تشكيلة عسكرية في المحافظة وتحت أي مسمى كان خارج إطار مؤسساتها النظامية. وشددت اللجنة على تعزيز اليقظة الأمنية وتفويت الفرصة على من يسعون لتقويض الأمن والاستقرار والقضاء على فرص التنمية والاستثمار. ويأتي اجتماع اللجنة الأمنية بعد يوم من قيام ميليشيات تتبع ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بالسيطرة على مبنى تابع للتربية والتعليم والمقرر افتتاحه كمدرسة نموذجية في مديرية عتق وتحويلها إلى معسكر تدريبي. نهاية الموجز، في أمان الله.